يأتي عندنا بحث هذا الموضوع، هنا تقوم قائمة بعض الناس يقول صحيح. لا 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 خلينا هالشكل، لا ما يجوز، هذه أولوية الأولويات. صحيح. لأن أنت باعتدال القضاء وضبط القضاء وكذا، بالعكس أنت قاعد تحمي بلدك، ترتقي بالضبط. ولاحظ في ملاحظة بعد لازم تسجل للنواب في هذه القضية، تذكر لما قالوا بنعدل المادة الثانية و صح. وبنزيد الألف صح. واللام ونطبق الشريعة، أنا في أحد الإذاعات في البرامج الإذاعية قلت يا جماعة مو أولوية هذا، قبل حتى لا تشكل حكومة حتى أو تمارس عملها، وقلت يا جماعة خلوها بالنص الحالي، ممكن أنت تطبق الشريعة الإسلامية كاملة، هذا نص الدستور ترى، نص المذكرة التفسيرية، تقدر تطبق الشريعة الإسلامية كاملة آجلا أم عاجلا. لكن الآن لما فعلا ما حطوها ضمن الأولويات، طمنوا قلوب خلينا نسميهم الليبراليين يسمونهم او مدري منهم كذا. لكن ليش يدندنون ما دام صعب او استحاله تطبيقها استاذ مبارك؟ ليش يدندن بعض النواب الاسلاميين في هذه القضيه ويثيرها من بين فتره واخرى؟ هو لان اشوف ان في تراخي، يعني في تراخي في قضيه اسلمه القوانين اللي وده او تصحيح المسار او المحاسبه، مثل موضوع القروض الحين. صحيح. القروض اصلها مخالف للشريعه، نشأت من مخالفة صريحة للشريعة باعتبارها ربا بنكي. صح. ما بني على باطل فهو باطل، فهو من منظور الإسلامي يريد صح. إسقاطها زين، لكن بالمقابل عندك بنك مركزي وعندك قانون قائم بالبنوك وينظم هذه العملية. تفضل يا أخي سيد، أنت نائب في البرلمان، عدل صح، عدل القانون، شرع شرع مثل ما تفضلت. فإذا هي العملية يعني لا تأتي جملة واحدة ولا هي معجزة أو عصا سحرية، تعتبرها دغدغة للمشاعر. تعدل الدستور بالألف واللام، أصلا الدستور القرب من تعديله هذه بحد ذاتها قضية ومختلف صحيح. عليها، والناس تقول لا خلها كما هي. وثانيا هناك مواد معطلة في الدستور صحيح. من بينها ما جات في الأولويات على فكرة، من بينها أظن في الأولويات أو من بين ما طرح في المادة 43 مالة التجمعات و 44 عن الأحزاب اللي في المذكرة التفسيرية، موجود حق تكوين الأحزاب موجود هذا. صحيح. بسألك عن الأحزاب أستاذ مبارك، يعني اليوم خمس نواب اقترحوا قانون ينظم تأسيس الهيئات والأحزاب السياسية. أتوقع يعني فهذا اللي يعني الكويت تتحمل أو البلد يتحمل الأحزاب في الوقت الحالي، إحنا بدون أحزاب وصايرة مثل الفوضى يعني. لا شوف أنت انظر إلى واقعك، اسأل نفسك ولنسمعنا، في الآن تنظيمات حزبية ولا لا؟ فيه، لكن موجودة. موجودة. الأحزاب يعني قائمة. طيب إذا في شيء على الواقع قائم أصبح واجب تنظم هذا الشيء. يعني لو في ناس تبي تبيع وتشتري بالتجارة، ما تحط لهم قانون تجارة؟ ناس تبي تشارك أنا وياك بندخل في شركة الآن صح. عمل ونشتري شغلة ونبيعها، في قانون شركات يحفظ حقك وحقي؟ صحيح. لكن التنظيمات هذه والأحزاب أستاذ مبارك أنا بوجهة نظري ستصبح يعني ملاحم يا سيدي، ما دام موجوده. انت انا اكلمك عن الشيء الموجود، نظم الموجود، لا تاتي لي باحزاب لكن بريطانيا ولا حزب الجمهوري الديمقراطي على مستوى امريكا وتقول لي طبق النظريه هذه، لا استحاله. لكن طالما شيء موجود، لذلك هم اشوف كانوا شطار في اختيار، قالوا هيئات سياسيه فعلا. في البحرين سموه النوادي، نادي سياسي، يعني تمارس السياسه من خلال، طيب انت مارس السياسه صح من بقطاع، حتى الان ما تصير عمليه فوضى ومخامط، وانا سميتها تطفيف في الميزان، لان رب العالمين ترى نبه، وخاصه الاسلاميين خلي سمعوني اللي قاعد يجي الان، الاحزاب الاسلاميه السلفيه واخوان وما ادري شنو، ها هؤلاء مطالبين اول الناس بان يعطوا الحقوق للجميع. لما تطفف بالميزان تقول ويل للمطففين، انت يعني حق نفسك شوف ما قاعد تطلع، يطلع النواب ما شاء الله، حق الناس العاديين وعنده طرح جيد يقولك لا والله، وتبدا التحالفات وتبدا صح. مدري ايش، ويطلعوا الناس ويقطعون على الناس صح. هذا شو تسميه؟ هاي فوضى، فوضى وعدم القسط في الميزان. لكن استاذ مبارك ما تشوف ان الاحزاب خاصه في بلد مثل الكويت، بلد صغير لا يحتمل احزاب وهيئات سياسيه كبيره؟ ما هو البلد هذا دام صغير وكان اصغر من 50 سنه، اصغر من الحين، ها ليش حط الماده السادسه وقال انا نظامي ديمقراطي؟ كان عارف من البداية، مدام قلت نظامي ديمقراطي، الأمة فيه مصدر السلطات ماشي صح. أصبح إذا لازم تنظم عملية الوصول وممارسة هذه الديمقراطية، وصول الناس إلى المجلس، مجلس الأمة يعني مو شرط بالأحزاب بالنظام. شوف بالنظام الحالي هي ليس دعوة الأحزاب، أنا من الناس في بعد الغزو واجتمعنا في لندن وكذا كنت أرفض الأحزاب،
الحزب كحزب بالنظام اقول لك الغربي بصوت الغربي مرفوض. ليش ترفض اول والحين تغرب؟ مرفوض، لا ما زلت اقول لك بنظامه الغربي بصورته الغربيه مرفوض، لكن لنا الحق ان نعمله بصورتنا الكويتيه. هذا احنا الحين استقبلنا الحين اجهزه حديثه مسوينا فيها استديوهات وتلفزيون الشاهد وكذا. صح. لما جينا نطرح قضايانا ما طرحنا كل شيء يطرحونه هناك. صح. ما حطينا كل شيء على الشاشه. صح. اللي هم يحطونها. صح. الغث والسمين لا، لكن اذا شرت الاحزاب يعني راح تطرح كل شيء يعني. اذا مره اخرى نقول لكم طرحوا هيئات سياسيه لتنظيم ما يمارس على الاحزاب باسم وليكن، بس هي الاحزاب لها نظم وتاريخ وطريقه معينه وقد لا تليق او لا تحتمل مثل ما انت عبرت ولنتفق على ذلك. لكن طالما هناك امر واقع على الساحه قاعد اقول لك ويصير فيه بالكويتي مخامط فعلا، يعني مخامط واحد مو اكفأ من الثاني لكن قدر يلم مجموعه، قدر يدخل على حزب من الاحزاب. ها قدر طبعا راح ينجح. زين منو اللي انظلم فيه؟ الكف. صحيح. اللي انحرمت من البلد. فلا بد ان تنظم حتى عمليه ترى التصويت، وانا ماني شايف ضمن الاولويات ايضا توزيع العسكريه. لا توزيع الدوائر ما اشوفها. لا ما في توزيع، ما حطوا الدائره الواحده مثلا. كانوا يطالبون بعض النواب، اشوف سكتوا الحين. يعني هذه اذا انت ما صلحت وضعك في النيابي وانت تبي الحين تنظم وتحط احزاب وما احزاب، ولا خلينا نسميها هيئات سياسيه بالتسميه اللي اختاروها، وتاتي وتقول والله التصويت على 4 من 10 و5 دوائر. الناس تشكي من هذه العمليه. صحيح. يجب ايضا يعاد النظر في الموضوع. موضوع اسلمه القوانين قلنا عنها. صحيح. تعتبر في نظريه بعض الناس اولويه وعند ناس اخرين مش اولويه، لكن ضربنا مثل القروض. صحيح. القروض اذا ما تضعها في اطارها الشرعي القانوني الانساني. صحيح. ولا والله الناس تعاني الان، بلد غني ومعظم عياله يعانون من قروض. صحيح. اليوم الوطن تقول الكويت يعني تقريبا من الكويت من اغنى 15 دوله في العالم. بالضبط. ونحن نعيش يعني اطلب كم اسال كم على طلب وضبط واحضار. ضبط واحضار تقريبا اخر احصائيه يمكن 100,000 وعلى احكام. صحيح. شو استفدنا من الغنى هذا؟ ماكو اتصال فيها معينه معناتها مستفيده. صحيح. استاذ مبارك بستغل وجودك معي اليوم. النواب نشوفهم اتجهوا الى الرقابه وتركوا التشريع، يعني اليوم نائب ناوري يطلب فتح تحقيق عن الاستعراض الراقص، محمد هايف يطلب يقول ان مخيم وزاره الدفاع يوجد به رقص، يعني نشوف النواب في الاونه الاخيره اتجهوا الى المراقبه فقط ونسوا التشريع، شفنا ما في اي انجازات تنمويه خاصه في الاونه الاخيره، ليش؟ لان النواب جميعهم انجرفوا الى المراقبه ومراقبه الاخر. شنو تعليقك على هذا؟ لا شوف الرقابه شيء اساسي اكيد أساسي، لكن ما نتجاهل. لا لا لان لا يمارس على مستوى الفردي، يعني ممكن الشخص النائب الواحد يقدم سؤال، يقدم اقتراح برغبه، يعني في ممارسه احيانا يوقعون 5 وهكذا يعني. لكن التشريع مشكلته انه يحتاج مشروع كامل، قانون كامل بعد ان يقدم ويقر المجلس بأغلبيته، فهذا يحتاج أغلبية أكبر. إذا آلية التشريع أصعب حتى يقر، حتى لو يروح اللجنة التشريعية ويدرس ويعود. شنو المشكلة يعني لما نبدأ من الصفر التشريع؟ يعني قصدي تجد الرقابة من السهل، هذا يتفضل قدر بتصريح صحفي أن ينبه إلى قضية فسهلة جدا، لكن هني لما تكثر ويصير التركيز عليها حقيقة نعم سيهمل الجانب الآخر. صحيح. اللي هو التشريعي. لكن إذا تكافأ الميزانية يعني النائب يبحث عن الأسهل، يعني النائب يبحث عن بس المراقبة. لا لأنا أسهل مثل ما قلت لك، أسهل بالتصريح. صحيح. أسهل بالمعالجة، ولا ممكن تطلع منه كفرد يعني مسألة بدون حتى ما يحتاج أن يجتمع ويشاور ويقترح. إيه. أما التشريع لا، أنت تعرف آليته أصعب. صحيح. بالاقتراح وبالدراسة وباللجان وبعدين لما يرجع بالتصويت. صحيح. التصويت ما يقدر الوحدة، لازم يقنع. صحيح. المجموعة كلها. صحيح. أو الأغلبية عفوا. أستاذ مبارك عندي الموضوع الأخير اللي ودي ناقشه معك اليوم، الجمارك تهدد بشل البلد بعد عطلة الأعياد، وأيضا الطلبة يعني اليوم رئيس طلبة الثانوية الوعد الثلاثاء والشارع خيارنا، ليش صارت ثقافة عند المجتمع الكويتي على أي مشكلة يعني يخرج للشارع؟ شفناهم في الآونة الأخيرة لكن تقريبا هدت
فترة والحين ستعود مرة أخرى؟ لأن المسألة لم تنظم، ولأن الكوادر تدري بتختلف من مهنة إلى أخرى، من فئة إلى أخرى. ليش المطالبة صارت بالشارع يعني؟ ليش ما في أطر قانونية، أطر يعني عندك الصحافة أكثر من طريقة يعني قبل اللجوء إلى الشارع؟ والله شوف، مع يعني أنا ما أميل إلى هذا الاتجاه، لأن أميل إلى استقرار البلد، وخاصة أن أمام مرحلة جديدة طبعا. صحيح. في وعد الآن أنا شايف في 20-28% بالزيادات. صحيح. في توجه يعني وعام جدا يعني. صحيح. لاحظ على العموم إذا هذا الأمر موجود، بس هو ناشئ الموضوع من وين؟ ناشئ من وجود نقابات، أصبح لكل فئة وكل مهنة، إن شاء الله لو موظفين وزارة معينة ها. صحيح. نقابة. النقابة هذه وإحنا تدري في الكويت موزعين على الدولة، راكزين يعني كل الموظفين على الدولة. صحيح. النسبة يعني القطاع الخاص ما يأخذ شيء ولا 10% حتى. صحيح. فلذلك الثقل هذا شكل مثل ما نسميه الضغط، أو جماعات الضغط يسمونها. صحيح. إذا هالوزارة وزارة وزارة، ويلقون عملية الشارع أكثر فاعلية وأسرع استجابة، لأن ممكن مماطلات تصير، ممكن تضيع الحقوق مع المدة، ممكن أشياء كثيرة. وخاصة مرة أحد الوزراء بصراحة نقولها يعني طارد له كم واحد من الباب. صحيح. ويلا طلعوا يدري إيش وكلام، يعني وصلت لهذا المستوى. طيب هذا إنسان وله كرامته وله حقه، إذا ما عامله بالطريقة الصحيحة أكيد ردة فعله. إذا هذه مقابلة وزير يعني موصل حتى في الوزارة ومعاد توزيره، يرد على الجماعة بهذه الطريقة، شو تتوقع؟ يروح الشارع. لكن أستاذ مبارك يعني مثل ما شفت الجمارك سنشل البلد، الجمارك يعني قطاع حيوي جدا في البلد. صحيح. سنشل البلد، شوف التهديد يعني. لا طبعا العبارات هذه تتنافى مع الوطنية. إذا كان رجل وطني ما تقول كلمة في حق بلدك أنا شل البلد، أعوذ بالله. وبعدين حتى لو شوف شو مظاهرة، وهو حق طبيعي تجمع. صح. لو عطلت على الدكاكين اللي حولك أو الشارع مرور، أنت ضريت بلدك. صح. أنت تمارس حق، لكن ما تعطل شيء ثاني أو تؤذي بالمقابل. والمصيبة وصلت إلى الطلبة يعني. ايه طلبة الحين، طلبة الثانوية يطالبون بالاعتصام لإعادة التقويم القديم. دائما أنا أدعو إلى المعالجات الجذرية. في عندنا أوضاع قديمة أسميها متجذرة يعني. صحيح. فإذا بتعالجها عالجها معالجة جذرية وعامة، يعني تشمل أكبر قطاع والجميع، ومحققة للعدالة والمساواة. صحيح. القيم هذه يا جماعة مو شعارات. أنا اللي قاعد أشوفه أن معظم الناس يقولك الشعار ولكن مو قادر ينفذها، يعني ما عنده الوسيلة والأداء يعني عاجب الشيء. يعني مثل اللي يقولك يعني يحلم يروح الجنة ويتحلم بالجنة، طيب اشتغل لها شغلها يا أخي. صحيح. أدي واجبها، صلوا وصوموا كذا مثلا يعني. صحيح. الوقت داها من المستشار السابق في مجلس الأمة ورئيس اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان المحامي مبارك مطوع، صراحة استمتعت معك بهذه الحلقة. تسلم. وتوعدنا إن شاء الله بحلقة قادمة بإذن الله. لا عفوا، إذا قدمت لا برنامجك، لأن هذا الوقت أنا اعتذرت منك كم مرة. إن شاء الله المرة استجبنا، يمكن ليلة يمعة وناس سهرة، إن شاء الله. بس إذا قدمت أنا حاضر. إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا استمتعتم معنا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، ومع السلامة.